شوفوا 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 حبايب قلبي، انا هنا بس خدت شويه من الكبده عشان دي هعملها اسكندراني معاكم، ده كيلو تمام. خدت منها شويه بس كده، حطيت لك حوالي شويه بايدي، حطيت شويه من زيت الزيتون وحطيت فيها الكبده على طول تمام. اهي شوفوا منظرها، اديتها الصدمه بتاعتها. بعد ما اديتها الصدمه بتاعتها، انا طبعا بعرف الاسكندراني ما بنحطش فيها بصل، وعندي هنا زي ما انتم شايفين كده بصل وثوم وطماط، هاخدهم انا كده هنا عليها. دي هنزلها لكم في نهاية الحلقة، مش هعملها منفصلة أو أنزلها بروحة كيف يعني، كيف أشوف. يا سلام على دي على الفطور، أوف. رهيبة الفطور دي، رهيبة 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 لما تعملي الطبق ده مع الشباتي، وويلي نار وشرار. أنا بقى هنا إيه المقصد من دي؟ شايفين 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 كده، انا هعمل هنا حاجه واحده، مش هحط لها بهارات عاديه ولا هحط فلفل اسود ولا اي حاجه، فقط هحط مكون واحد. اتمنى تجربوا بيها، هتدعوني انا عشان كده مخليها بالكيس. شنو اقولها لكم؟ ده البهارات الدجاجه المخلوطه ديت، شايفينها مع الطريقه دي فظيعه، جربوها. انا ليه ما خدتش من البطمان؟ قلت اوريكم دي بالكيس عشان تكونوا عارفين قد ايه هي بتدي طعم مميز، ووريكم الكيس عشان تكونوا عارفين. هدوت بهارات الدجاج المخلوطه، سبحان الله. ناس هتقول هي مش دي ملح، مش دي كبده لحم، شكل البهارات دي هقول لكم جربوها وتعرفوا. البهارات دي فيها البابريكا، فيها الخرجان، الهيل، الزنجبيل، الثوم، رهيبه رهيبه يا بنات، فعلا مش طبيعيه معاها. كان بصوا بصوا اقول لكم على سر كمان، شفتوا البهارات دي؟ البهارات دي تضيفوا عليها شويه ملح ناعم واخلطوها معاه وحطوها بعلبه مع البطاط المقلي، مش طبيعيه تمام. حطوها بعلبه وحطوا عليها شويه بابريكا، هي فيها بس زيدوا البابريكا شويه وزيدوا الملح وطحنوها بالمطحنه تاني مع بعض وحطوها ببرطمان. شفتوا اللي احنا نروح نشتريها البطاطا الحلزوني؟ هي دي، هتدعوا لي عليها تمام. بس كده انا كده خلاص خلصت طبختي، اسهل عشاء او اسهل غيوب تعمليه الثواني. شوفوا يمي 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 يمي. لا تحطي اي حاجه، بس نفس انا عملت البهار ده المكون الاساسي لها. انا ما كنتش هصورها، تذكرت اني ولا مره عملتها معاكم ديت، عملت معاكم كبد كتير بس ما وريتكمش الكبده اللي بحب اعملها بالايه؟ بالبهار المخلوط. بيديها مذاق تاني خالص، بيوديها مكان تاني على فكره، بيودي الكبده بتاعتك دي مكان تاني خالص خالص. اعتقد محدش فكر ابدا يجرب يعمل الطريقه دي. بس كده خلاص خلصت. يلا بقى انا مش هعمل اي حاجه، بس اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك لايك لايك، واذا اول مره تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واضغطوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس علشان كل جديد يوصل لكم. ولا تنسوا بهارات مجدي دجاج مخلوطه عجيبه. يلا حطوها ببرطمان وحطوا عليها ملح، وهي عند البطاطا الحلزوني تحطوا عليها، ترشوا عليها لايك بقى.